والله صار لنا ثلاث شهرين ثلاث شهور تقريبا. شو الحركه الساعه والله زينه يعني وسط الحمد لله. عاملكم عفو تفتحوا؟ اي نعم طبعا. احنا خابرناهم يعني وفتحنا بالانترنت نشرناها الناس كلها عرفتنا ان شاء الله. والله نفتح سبعه ثمانيه نظل تقريبا الثلاثه. السوق هذا بنيناه على حسابنا. يعني ناشد البلديه شوي تراعينا بالايجارات. لان هذا البناء كله بنيناه على حسابنا الذاتي. الله يبارك فيكم. حيل زين الحمد لله شيء جدا والله. كهرب ما جانا بس مولدات والله نطالب اول شيء الكهرب والماي والايجارات. والله احنا ناشدهم خليجون يفتحون لان السوق فتح بعد ما ضل باي مجال كمل كبناء بس عندنا بس الشوارع تبليط السوق يكمل كامل ان شاء الله. والله نشكره شكر جزيل. والله الحركة شوية قليلة وسوق ماكو لأن القرى والنواحي وأطراف الموصل قسم ناس بالمخيمات ساكنين وما يرجعون للقرى حتى في سبيل أشبه تصير حركة على الموصل ويرجعون للمحلات أن يفتحون محلاتهم وتصير حركة أقوى. والله إراد لها كهرباء شوية وراد لها مية والخدمات بيها ضعيفة شوية يعني ما تقول ذيك الحركة القوية بيها والعالم مثل ما أقول يجون يشترون ويسوقون وده تمشي الحركة بيها. والله قائد عمليات يريد يرجع الناس يريد يستقر الوضع بالموصل ودون يشوفون الحركة شوية أنشط وأكثر وأوسع. الموصل تتحرك تتجه الناس إلى أعمالها وأيام والله يفتحون الساعة 7 ونص بالثمانية والتعزيلة مالهم تصير بالثنتين الظهر. كم عدد المحلات اللي فتحت الساعة البوصلة؟ والله تقريبا 30 محل 35 محل فتحوا. زي رسالتك لباقي الناس اللي ما جو فتحوا؟ والله نقول لهم تعالوا فتحوا بس يعني الطرق شوية تعبانة عندنا. يعني الجسر الخامس مثلا ما بيروحوا ورجعة. بس عبرة علينا. يعني عنده باب رزق غير يعني اللي عنده غير باب رزق. البوصلة هسه 10 ولا حتى نقدر نعيدها مثل قبل. والله أهم شيء الجسر تسوونه. يعني الجسر الخامس ترجع التجار لكبار التجار ما يجانا هنا بس ينقطع كهرب ماكو كهرب هنا ماكو. والله نريد منه يعني يسوي لنا الجسر يبلط لنا الشوارع يعني حتى الناس شويه تقدر ترجع. والله الوضع الامني زين ماكو شيء ماكو شيء ما ابيهم ما زينين ويانا الشرطه هنا زينين ويانا. والله من الشي مال تجي تاخر البضاعه على ما تجي. لا هي عاد تعبر من الجسر اللي سويه من الفندق عاد تعبر من غادي. والله وضعيه يعني انا من احد اصحاب الدكاكين بالبورصه ماكو سوق يعني حيل ضعيف ما عنده سوق. شنو السبب اللي ما حد اللي عنده باب رزق بذاك الجانب ما يجي يقول لك انا قاعد غير عسر رزق هنا احنا من وحده نعزل يوم وحده اثنتين نعزل. والله اذا يرجعون حتى يصير سوق هنا مثل ما يرجع قبل مثل ما كان السوق هنا يرجع العالم ترجع هنا تشتغل. يعني الوضع الامني شلون؟ والله الامني يعني حيل جيد جدا الوضع الامني حيل جيده خاصه عندنا الشرطه المحليه هنا عندنا حيل جيده والله هي خاصه النقطه عندنا بالبورصه حيل جيده يعني متعاونين ويانا كلهم والله. والله نوجه شو اسمه يشوف ان الطرق مال البورصه تعبانه يعني السعودية يتوجه على هالجهه تروح شوف كلها تعبان هي الجهه كلها تعبانه الشوارع كلها تعبانه. يعني الساعه البورصه ما لها مدخل واحد بس من هنا بس هذا مدخل واحد. والله مش مناشدتنا احنا اهل اصحاب محلات سوق البورصه باب سنجار كملنا بنينا عمرنا المحلات جهزناها المحلات الطرقات تجي علينا تعبانه الطرقات مكسره طرقات من هنا بالشارع فاروق من المستشفى العام من امراس الجالده تعبانه داخل السوق يراد لنا تبليط لازم راجع البلديه يقول لنا يجينا امر الامر منين غير من السيد المدير البلديه لو السيد المسؤول لو السيد الاستاذ السيد المحافظ اخوي فاحنا نريد تعاونونا بهذا الامر ما نريد شيء حتى نريد نكمل على نفقتنا الخاصه بس يراد لنا مبالغ كثيره. يعني شارع تبلطون لا داخل السوق داخل السوق داخل السوق داخل السوق لان هذا نظافه وعمل
فاذا هو كله خربان مكسر، احنا عمرنا المحلات كلها على حسابنا الخاصه. فهذا نطلبه من السيد المحافظ، من السيد المدير البلديه، بس ينظفونا داخل السوق يبلطوه اكثر ما اريد، ويدخلوا لنا ماي وكهرب. البلديه ما تجيكم هنا ابد؟ ما يجون ولا يعني من ناحيه التسويت لا ماكو، لا تبليط ولا شيء، كل شيء ماكو.